اهلا وسهلا فيكم. اليوم انا صفي حيدر الكترونكس، واليوم بدنا نعمل انبوكس للاتش 6 هاندي ريكوردر من شركه زوم. يلي ما بيعرف شو هو الاتش 6، الاتش 6 هو عباره عن بورتبل ريكوردر بنستعمله مع المايكات. حيلا شخص عنده مثلا عندنا شوتجن مايك، الشوتجن مايك بده باور، هيدا الجهاز بيعطيه هيدي الباور، بالاضافه لانه بسجل الصوت لما نحن نحكي وين بده يتسجل الصوت، كيف بده يتسجل الصوت، الفايل وين بده يكون موجود، بكون موجود بال SD كارد يلي نحنا منحطها بقلب هيدا الجهاز. طبعا SD كارد يلي نحنا اساسا لازم نختارها تكون هيدا النوعية اكستريم برو، ولازم تكون بسرعة معينة اللي هي هون عنا اياها 170، كتير بيساعدنا لما نعمل دمج او سينكرونايز. خلينا اعزائي المشاهدين نتعرف على هيدا البورتابل او الهاندي ريكوردر من شركة زوم. خلينا نفتح العلبة. طبعا قبل ما نفتح العلبة بنقرأ هون كذا شغلة. اول نقطة فري بندل سوفتوير، في فري سوفتوير اوكي يلي هو هون مثل ما شايفين ميوزك برودكشن سوفتوير، وعندنا كمان فري باندل سوفتوير فلاب ال اي، هيدا اوديو اديتنج اند ماسترنج سوفتوير اوكي، وهذا الشيء كتير ممتاز. طبعا حاطين على قلبي انه الاس دي كارد او الاس دي ميموري نوت انكلودد، لانه كانوا من قبل يكون موجود بقلبهم اس دي كارد، بس هلا بطل موجود معهم اس دي كارد. خلينا اعزائي المشاهدين نتعرف على هذا الجهاز الممتاز. ليش نحن اخترنا الاتش 6؟ لانه الاتش 6 بيحتوي على، خلينا نشوفه هون، بيحتوي على كتير امور بنقدر نحن نعدلها، بنقدر نحن نتحكم فيها، بالاضافه لانه هو اهم جهاز. يعني انا لما بدي اسجل صوت بدي اهتم المايكروفون يكون ممتاز، نفس الوقت وصله اكس ال ار تكون ممتازه، بنفس الوقت كمان الجهاز الاساسي اللي بدي اتسجل عليه يكون ممتاز. ليش؟ لانه انا لما بدي اسجل صوت بده يتسجل بكواليتي وهاي كواليتي. بنفتح العلبه وبنشوف هيدا الجهاز. اول شيء اعزائي المشاهدين مثل ما شايفين، هلا بفرجيكم على الشوت جان مايك كيف بده ينوصل هون. عندنا هذا الجهاز يمكن كثير ناس مستمعين باسمه الاتش 6 مثل ما شايفين اوكي. مثل ما بنعرف اعزائي المشاهدين وصله الميكروفون من ورا بتجي اكس ال ار، هلا كمان بفرجيكم اياها كيف تجي. بنحطها هون، من بعد ما نحطها هون طبعا بنكون نحن حاطين الاس دي كارد. هلا هون عندنا هيدي الاون والاوف ورا هون، هيدي هولد هيدي اون اوف. هون نحن بنحط السماعات، هون بنعلي الصوت. والمميز بهذا الجهاز اعزائي المشاهدين انه بيجي فينا نوصل فيه 6 او 4 اكس ال ار، وعندنا الاثنين اللي فوق، هلا انا فرجيكم اياهم كمان اللي فوق، 1 2 3 4، يعني بنوصل وصل 2 3 4 وبنوصل 4 مايكروفونات وبنسجل بالاربع مايكروفونات، والاربع مايكروفونات نحن بنقدر نتحكم فيهم من هون. اوكي، يعني مش مثل مثلا النسخة السابقة يلي هي مثلا بتجي بس اثنين، عنا اثنين وحدة اثنين، هون لا عنا بعد اربعة وعنا الاثنين كمان اللي هن بيمثلوا المايكروفون من فوق. طبعا بالنسبة للشاشة عنا اكيد هيدي الشاشة الممتازة. بالنسبة للاس دي كارد كل علينا نعمله بس نفتح هيدي بهذا الشكل، نحط الاس دي كارد اعزائي المشاهدين مثل ما شايفين، بنحط هون الاس دي كارد وخلص الموضوع. بنحط هون اكيد السماعات، يعني نحن قبل ما نبلش تسجيل بنحط السماعات بنتاكد من الصوت، هل الصوت ممتاز؟ خلينا نبلش تسجيل، اذا اوكي بنعمل ريكورد وببلش تسجيل عادي، وهون بنتحكم بموضوع الصوت. كمان هون اعزائي المشاهدين عندنا لكل وحده الى الصوت تاعها او التحكم بالصوت مثل ما شايفين، وهون عندنا الموجات كمان رايت واللفت والستوب، وعندنا فورورد باكورد، وعندنا البوز والبلاي والريكورد. فمثل ما شايفين اعزائي المشاهدين كتير سهله استعمالها، كتير سهل، الامور معروفه هون، عندنا الصوت، عندنا التشانلز رايت لفت، لنوقف لنعمل بوز لنعمل بلاي، تعليه الصوت توتي الباور، السماعات والاس دي كارد، وهون مطرح ما بنحط الاكس ال ار فيهم. فهيدا الجهاز اعزائي المشاهدين هو اهم جهاز من شركه زوم اللي هو الاتش 6، هيدا اهم جهاز بنفس الوقت كتير سمبل واستعماله كتير سهل وممتاز، وهيدا اساسي بانه تحسن جودة الصوت. اذا انت كنت يوتيوبر تحسن جودة الصوت انك تاخد هيك جهاز، اكيد لانه من جهاز لجهاز بيفرق الصوت، لانه هيدا بيستقبل الملف وبترجمه واخر شيء بيعطيك الفايل النهائي له. مثل ما شايفين اعزائي المشاهدين اللي مكتوب هون designed by zoom in japan assembled in china اوكي، وهيدا من ورا. وبنفتح هون الجهاز كمان، بنحط البطاريات بشكل طبيعي، بياخد اربع بطاريات، هن اوريدي بيعطين اربع بطاريات جاهزين، فنحن ما علينا الا نحطهم بس بهيدا الجهاز. خلينا نشوف اعزائي المشاهدين المايك يلي بيجي كمان معه.
هيدا اول مايك مشان بعض الناس بقول كلمة الرياح. طبعا انا شخصيا ما بستخدمه لهيدا، اوكي انا بستخدمه للمايك الاساسي، فاي اللي بده يستخدمه لحاله للجهاز في يستخدمه لحاله، وفي يكون مايك لحاله وهذا شيء طبيعي ما في مشكلة. بس انا بالنسبة لي اكيد انا جايب السنهايزر MKH416 كرمال استخدمه مع هيدا الجهاز، يعني افضل مايك مع افضل جهاز ليعطيني افضل صوت، فهيدي اكيد بتضل اوبشنال يلي بحب انه يستعملها في يستعملها. بالاضافة اعزائي المشاهدين للمايك الثاني، وهيدا المايك كتير مرتب كتير حلو، هيدا كله تصنيع اليابان مثل ما شايفين، ليكم ولا مايك ليكم ولا تحفة. نقرأ ورا هوني كمان نفس الشيء، designed by Zoom in Japan assembled in China مثل ما شايفين هيك اعزائي المشاهدين. اوكي هذا الشيء كمان كتير ممتاز لانه نحن عم نحكي عن كواليتي، وشوف الماتيريال اللي مصنوع منه هذا الجهاز شيء رائع رائع. اوكي طيب نرجع بنشوف كمان، اكيد حكيت عن الاسفنجة والوصلة، اكيد في عنا وصلة كرمال نحن نشرج هذا الجهاز. بالنسبة لهذا الاسدي كارد اعزائي المشاهدين، هذا الاسدي كارد كتير ضروري انه يستخدم مع هذا الجهاز. اول نقطة 64 جيجا بتكفينا كتير. تاني نقطة السرعة اللي هي 170 توصل ل 170 وهذا الشيء كتير ممتاز. رابع نقطة لما نحكي نحن كواليتي غير كواليتي المايك، بده يكون في كواليتي الشريط وكواليتي الجهاز، اكيد لهيك نحن جبنا هذا الجهاز، وكواليتي الميموري كمان اللي هو بده ينحط الفايل عليها بطبيعة الحال، هي مثل ما بقول المسار النهائي للفايل، فنحن كمان لازم نهتم بموضوع الاسدي كارد انه يكون كتير بريميوم كتير ممتاز. هيدا الاسدي كارد تقريبا حوالي سعره حوالي $50، فيلي بده يجيب هيدا الاسدي كارد موجود عندي اكيد، بس بده يتاكد انه هيدا هو السان ديسك الاصلي، ولانه في بعض المواقع عم تعرض ب $10 و$20 و$19، يعني هي بهيك امور ما في الواحد يخاطر وياخذ شيء تقليد او ممكن يكون تقليد، فخلص الواحد بريح راسه وبروح على الاصلي من الاول. خلينا هلا اعرفكم على هيدا المايك. هيدا المايك هو السنهايزر MKH416 اللي هو بقلب هيدا البوم يلي موجود هون، وطبعا في عنا وصلة XLR. شو بدنا نعمل نحن بحال بدنا نوصل؟ كل اللي علينا نعمله اكيد مثل ما شايفين نجيب هذا الجهاز يلي انا حكيت عنه يلي هو الزوم، نحط هيدي كمان هون عنا ثلاثة بنشكها بهذا الشكل. اوكي وهيك مثل ما شايفين صار عنا الجهاز. اكيد ما بنستعمل هيدي القصيرة لانه هيدي كتير قصيرة، يعني بالاخر بدنا نستعمل شيء يكون طويل، فنحن شو بنجيب؟ بنروح بنجيب هيدي الوصلة. هيدي الوصلة اعزائي المشاهدين اسمها وصلة XLR، يعني طول حوالي 3 امتار. بنوصلها بهيدي الوصلة، اوكي، ومن هيدي الوصلة بنقدر نوصلها بالجهاز. بعض الناس ممكن يسأل هل في وصلة طويلة تكون مثلا من نوعية معينة؟ طبعا السنهايزر عملت الوصلة 40 سنتي، تقريبا ما في شيء غير 40 سنتي، يعني هيدا بيبقى كوستمايز اكثر، يعني مثلا بنروح عند شركة بنقول لهم بدنا 4-5 امتار بيعملوا لنا هيك الشريط بكواليتي ممتازة جريد اي فينا نقول، اوكي؟ ففينا اكيد نستعمل هذا الشريط الطويل، واكيد لازم نستعمله، ما فينا نستعمل الشريط القصير مع هيدا الجهاز. واكيد خلينا هلا نشوف كيف بيركبوا الميكروفونات، حيكون اخر مشهد لنشوف كيف بيركبوا الميكروفونات على الجهاز، الميكروفونات يلي اجوا معه بقلب الشنطه، بنحطها بهذا الشكل وبتركب بدون ما نكبسها، بنكبسها بس لما نحن بدنا نشيلها، وهيك صار عنا مايك ممتاز. نفس الوقت نجي بنحط هيدي، اوكي، وبصير بهذا الشكل. بصير عنا كمان مايك تاني ممكن حدا يستعمله، انا شخصيا ما بستعمله بس انه ممكن حدا يحب يستعمل هيدا الشيء. ما تنسى انه نحن عم نحكي عن كواليتي ممتازه، عم نحكي شيء ياباني، عم نحكي شيء اصلي، اوكي؟ فلما يكونوا عم بيعطين لك اكسسوارات، مش انه اكسسوارات هيدا هيك يعني كرمال للتسليه او حاطين لك اياها مثلا بقلب العلبه هيك زياده عدد، اكسسوارات هيدي اكسسوارات متعوب عليها وممتازه، وشوفوا الكواليتي المبنيه منها، كواليتي جدا 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 عالي، اوكي مثل ما شايفين اعزائي المشاهدين. وهذا كان استعراضنا للـ H6 من شركة زوم. بتمنى هيدا الفيديو يكون نال اعجابكم، كان شوي تفصيلي اكيد، ان شاء الله لقدام بعد منجرب ومنعمل فيديوهات زيادة عن هيدا الجهاز. هيدا الجهاز ممتاز جدا، فيكن تطلبوه ان كنتوا بلبنان ولا برا لبنان، موجود عنا ما في اي مشكلة. انا بتشكركم لمشاهدة هيدا الفيديو اعزائي المشاهدين، ما تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب، شكرا لكم كتير وإلى اللقاء.